أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وشهركم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. وفي حلقة اليوم مشاهدينا نتساءل عن كيف كان الناس يستقبلون رمضان، وما الذي اختلف في ظل المتغيرات الحاصلة سياسيا ومعيشيا وفي ظل التطور الملحوظ لوسائل التواصل الاجتماعي. إذن يحل رمضان هذا العام وكثير من المتغيرات تتوالى حتى أثرت بشكل ملحوظ على روحانية الشهر الفضيل، وتغيرت أساليب الناس في استقبال رمضان. ثراء متنوع في مختلف مناطق اليمن، ولكل من منطقة خصوصيتها في استقبال هذا الشهر، إلى أن الجميع وحدهم واقع الحال المتداور، وانعكس ذلك على حماسة الناس في استقبال الشهر، وأصبحوا يتلمسون شيئا من روحانية رمضان وطقوسه لمجرد إحياء الموروث في كثير من الأحيان. كيف كنا نستقبل رمضان وما الذي اختلف؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية. سيكون معنا الباحث السياسي الدكتور أحمد وهان، وهو من أبناء الحديدة. ومن القاهرة سيكون معنا نائب وزير الثقافة سيد عبد الله باكدادة، ومن حضرموت الإعلامي أيمن باحميد، ومن تعز سيكون معنا مدير مكتب الثقافة عبد الخالق سيف. ونبدأ مع ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الدكتور أحمد وهان، باحث في السياسة والتراث. دكتور مساء الخير. مساء النور، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور، شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. شهر مبارك على أبناء اليمن وعلى الشعب اليمني قاطبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل يجعله هذا العام وهذا الشهر شهر خير وبركة على جميع المسلمين وعلى الإنسانية جمعاء بإذن الله. دكتور، يعني أنت أحد أبناء محافظة الحديدة، رمضان يحل هذا العام، ما الذي تغير عن ما كنا نعيشه في رمضان في السابق وفي الماضي وعن رمضان اليوم؟ على كل أخي الحبيب، رمضان له نكهة في حياة اليمنيين عامة وحياة أبناء الحديدة أبناء تهامة خاصة. فهناك من في هذا الموسم الإيماني يستقبل أبناء تهامة رمضان بالاشتياق لكثير من الطقوس الدينية وفي المساجد وفي البيوت وفي المجالس العامة، يستقبلون هذا الشهر بالقرآن الكريم وبالصلوات وبالذكر وبالتهليل وبالتسبيح وبالأناشيد وبأفعال أعمال الخير التي يقدموها للفقراء والمساكين. وكان وضع الناس فيما قبل وضعا يعني ليس بالوضع الجميل، ولكن كان وضعهم أحسن مما نحن عليه الآن حقيقة. نعم، لأن الوضع الآن وضع مأساوي جدا في اليمن بشكل عام وفي إقليمي آزال وتهامة، إقليم آزال وإقليم تهامة، وعلى أبناء محافظة الحديدة بوجه الخصوص. نعم، يعيشون وضعا سيئا جدا في كل المجالات. كيف يستقبلون هذا الشهر ودبت الغاز منعدمة واللتر من البترول، اللتر البترول أصبح سعره فوق 2000 ريال، قارورة الشبلان أو الصحة عندنا أصبح سعرها فوق 1500 إلى 2000 في محافظة الحديدة. ناهيك عن الذين فقدوا مصالحهم، أبناء الحديدة خاصة مدينة الحديدة تعج بكثير من العمال. نعم، أكثر من 20,000 عامل فقدوا مصالحهم في مصانع الحديدة، وهؤلاء هم قلب الحديدة وروح الحديدة، وهم الذين يحيون يعني الأيام الجميلة والليالي الجميلة في رمضان. اليوم وضعهم سيء جدا جدا جدا. نعم، لكن نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج لأبناء الحديدة ولأبناء اليمن عامة بإذن الله. تكرم بالبقاء معنا دكتور، وأرحب بضيفي. سيكون معنا الآن من القاهرة نائب وزير الثقافة السيد عبد الله باكدادة. سيد عبد الله مساء الخير.
مساء النور واهلا وسهلا بك. اهلا بك وشهركم مبارك وكل عام وانتم بخير. وانت في الف صحه وعافيه ان شاء الله وجميع الامه العربيه والاسلاميه في خير وسدود وسلام، وهذا اكثر ما نفتقر اليه باذن الله. نعم اهلا بك دكتور. يعني يحل علينا رمضان من جديد، وبالتالي نتساءل هنا يعني كيف وجدتم رمضان هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رمضان هو شهر الخير وشهر المحبة وشهر السلام، ولكن يمر علينا هذا العام مثل السنوات التي مضت عقاب مع الأسف الشديد، والكل ينشد السلام وينشد أن تحل هذه القضية الصعبة وأن تتوقف الحرب، لأن وقود هذه الحرب هم بسطاء الناس على الدوام مع الأسف يعني. نعم، لكن يعني ما الذي تغير هذا العام سيد عبد الله؟ يعني لا شك أن رمضان، يعني أنت أحد أبناء عدن وربما عشت في هذه المدينة كثيرا، يعني كيف يعني كان رمضان في هذه المدينة في السابق وكيف هو اليوم؟ رمضان بطبيعة الحال عدن منطقة ساحل، ومناطق الساحل دائما تأتي مناطق متنوعة فاتحة ذراعيها لكل ما هو قادم من البحر، الناس دائما مضيافة، وبالتالي تجد يعني رغم كل الأحزان التي مرت في عقود طويلة من الزمن، ورغم كل المآسي والحروب التي مرت، ظلت هذه المدينة هي المدينة المبتسمة على الدوام، تجد التآخي في أهلها في الجيران. ولربما قرأت تعليقا قبل يومين بأن زمان الناس يعني كانت تحرص على، أو السيدات في البيوت كانت تحرص على صناعة الوجبات وتبادلها مع الجيران، وكنا نشوف الأطفال كل واحد يأخذ صحنه عشان يوديه لجيرانه، على عكس ما نراه اليوم مع الأسف الشديد من تسابق في تصوير الوجبات على أجهزة التواصل الاجتماعي، وتباهي البعض رغم حالة الفقر التي يعيشها وحالة العدم التي تعيشها بعض الأسر بالذات في مناطق مثل يعني أجزاء من عدن، من تعز، من الحديدة، مناطق صعبة حقيقة، صعبة للغاية. الفرحة تكاد أن تكون يعني انعدمت بعض الشيء، لأن يعني فارق هذه الحرب عن كل الحروب التي مرت في عدن منذ استلام السلطة الوطنية بعد خروج الاستعمار البريطاني في 30 من نوفمبر 67، أن هذه الحرب طال أمدها، وبالتالي زاد النزيف على الأرض، وبالتالي هناك تراجع للإبتسامة، تراجع للحالة المعيشية، لأنها وصلت إلى كل بيت بالذات يعني خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية، وصلت الإشكالية إلى كل بيت، أصبح حتى ما كان يسمى أستاذ الجامعة الذي كان يتباهى بأنه يستلم أعلى راتب، اليوم مع الأسف يعني راتبه لا يكاد أن يصل إلى ثلث ما كان يستلمه سابقا، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة تعيشها الناس. إذن هي بالفعل سيد عبد الله مسألة التصوير الأطعمة وهذه يعني عادة سيئة، يعني بات الكثير من الناس يشكون من هذه التصرفات، ولكن يعني نتساءل هنا في مسألة الجانب الإيجابي الذي ذكرته منذ قليل في مسألة تبادل الوجبات بين الناس، وكما يعني أوضحت بأن هذا الأمر لم يعد يعني كما كان في السابق، لماذا برأيك؟ والله طبعا هو بالتأكيد ما لا يعني لن أقول أنه لم يعد موجودا، هو موجود حتى وإن قل، يعني ما الأسباب في يعني هذه هي ظاهرة جيدة وبالتالي يعني عرفت كثير بين الناس في اليمن هذه طبعاً العادة، ولكن نحن أيضا نسمع كثيرا أن هذا الأمر يعني لم يعد بالشكل الذي كان عليه في السابق، ما هي الأسباب برأيك؟ أول الأسباب لربما يعني انخفاض العملة المحلية، هذه من الأسباب الأولى، وبالتالي أصبح حتى التجار يعانون من مستوى الدخل، هناك انخفاض كبير في مستوى الدخل، ونحن نعرف أن هناك بعض العمليات الحسابية التي لربما يعني بعض الاقتصاديين يؤولون السعادة بمستوى الدخل للإنسان.
طبعا هذا لن أقول أن هناك يعني تراجع في الجانب الإنساني، لا، التأخي موجود، المحبة موجودة بالذات في شهر كريم زي هذا، وبالذات في مناطق الساحل، المناطق غير المغلقة التي لم تتعود على حمل السلاح على القتل وعلى الدمار. ولكن أنا أجد اليوم يعني هناك حالة من التنمر أو حالة من التوحش مع الأسف في كثير من الشباب، ونجد مظاهر السلاح، مظاهر العنف، كل هذه تقضي على العلاقات الإنسانية أو هي سبب مهم من أسباب التراجع، إضافة إلى الجانب الاقتصادي. اليوم من يتابع نشرات الأخبار مع الأسف يعني يجد قتل، دمر، أصيب، ولا يجد يعني أن هناك خبرا سعيدا يتم تناقله. نعم. مثلا يعني حتى نستطيع أن نحافظ على نفسية الناس، وأنت تعرف الجانب الإعلامي خطورته وتأثيراته، وهذه حرب ليست مجرد حرب بندقية وإنما حرب إعلام أيضا، وهناك يعني أجهزة إعلامية تتبارى يعني غير مستندة على مصدر مثل ما هي مستندة على صناعة إعلام يمكن أن يعني يخلق عالما متذمرا مع الأسف الشديد. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله باكتاتا نائب وزير الثقافة، كنت معنا من القاهرة. ومشاهدينا يعني في إطار أيضا ما يعانيه الناس من وضع معيشي، نحن يعني قمنا باستطلاعات في العديد من المحافظات، وكان الغرض من هذه الاستطلاعات هو مقارنة الوضع يعني وضع رمضان ما بين الماضي واليوم، ولكن يعني واقع الأزمة التي يعيشها الناس في الداخل وجدنا نتائج هذه الاستطلاعات، كل الحديث يدور حول الوضع المعيشي والأزمة التي يعني تعاني منها البلاد. ونذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة مأرب، نشاهد سويا، أو عفوا للتصحيح هنا في حضرموت، نشاهد سويا. حاليا رضا الناس مشقة يعني في الأسعار، في المواد، الحصول على المواد، برضو المواد الثانية كمل النفط ومشتقاته، فيها يعني فيها كلفة، الغاز، أغلب الناس يعني متأثرين، يعني همهم دين ما يتركز على العبادة وعلى الله، هذا يعني شل من همهم شل همهم الغاز، يعني واحد دور له أسطوانة غاز أكثر من ما يعني شهر أو شيء ما يحصلها، وإذا حصلها بأسعار أكثر من 5,000 6,000، والمفروض هذا يكون عبادة، وعلى السلطة المفروض تكون يعني يقدمون تسهيلات للناس، للأسف لا سلطة ولا غير سلطة، كلهم ماشي في هذه يعني. قديم أول يستقبلون رمضان بالفرحة والبهية والسرور، والحمد لله أول كان الأسعار مخفضة وأسعار مناسبة، الحين الناس اشتغلوا بالحياة وبالغلاء هذا اللي خلى الناس تقل البهية والسرور لاستقبال رمضان. رمضان القديم وقت، واليوم وقت ثاني، والغلاء وايد كسلة، كل سنة يعني ينقلب الوقت علينا، والحكومة ما عاد تبدلت، الوضع تبدل، ما أحد ينهي حد من أحد، ولا يقول رمضان هذا يدخل على الصلاة والصلاة والعبادة والقلاء والفضل، حد فضل بحاية يعني لا بحصلها، والصلاة على موي، وحد يصلي ثمان ركعات وحد يصلي. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة مأرب، وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية دكتور أحمد وهان من محافظة مأرب. دكتور، يعني حديث جميل حول رمضان وكيف كان في الماضي، شرحت الكثير ويعني وضحت المظاهر الجميلة لرمضان في السابق، لكن اليوم نتساءل يعني ما الذي تبقى في رمضان من مظاهر لاستقبال رمضان مع توالي السنوات وتغير الظروف؟ نحن الآن في العام الهجري 1440 هجرية من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا عن نفسي يعني عاصرت رمضانات كثيرة، يعني الآن قد عمري يعني أخذ له ما شاء الله، أتذكر أيام جميلة حقيقة،
عشناها في الحديدة وفي صنعاء وفي ريف الحديدة في أريافها في قرانا، كما قلنا سابقا يعني حتى هي كانت وضع يعني ليست بالشيء الجميل الذي نأمله ونطمح إليه، لكن هي حال كان حالا أفضل مما نحن عليه الآن. أما حال الناس اليوم في محافظة الحديدة خاصة كما قلنا، لقد صرعوا بسمة الناس، صرعت بسمة المساكين البسطاء القنابل عليهم والكاتيوشا على رؤوسهم في حيس في التحيتة في الدريهمي في مدينة الحديدة، الألغام كل يوم تقتل الناس في مزارع النخيل في مزارع المانجو في كذا، يعني أصبحت حياة الناس متوقفة واقفة، حركة الناس أصبحت تكاد تكون صفر مشلولة حياة الناس. ومع ذلك الناس هم يعبدون الله، يعرفون أن هناك ربا وهناك مدبرا لهذا الكون، ويعتصمون بالله عز وجل ويجتهدون في استقبال رمضان بالتهيئة النفسية والتهيئة الإيمانية، ويقطعون جزءا كبيرا من أوقاتهم مهما اشتدت الظروف للصلوات ولتلاوة القرآن، وهذه صفة جميلة يتميز بها أبناء تهامة، يحيون الليل بتلاوة القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. وأما من حيث المعيشة كما قلنا فقد الانقلاب، الانقلاب هذا صرع ابتسامة اليمنيين عامة، وما من بيت إلا ولطمه هذا الانقلاب، وما من بيت إلا وصرعه هذا الانقلاب، وما من بيت إلا ودخل في شؤم هذا الانقلاب إليه. نعم. بالحاجة وبالنزوح وبالتشرد وبالجوع يعني بالله عليك الآن محافظة حليدة أكثر من نصف مليون نازح منها مشردون، ما بين تعز ما بين عدن ما بين لحج ما بين مأرب ما بين حضرموت ما بين شوة ما بين يعني أبين إلى مناطق كثيرة، ناهيك الذين خارج اليمن في جهة جيبوتي وكذا، يعني حقيقة نحن صرعنا بهذا الانقلاب وبهذه المأساة. لكن نرجو من الله عز وجل ونرجو من الحكومة ثم الحكومة الشرعية أن تعجل بالنظر إلى معاناة الناس، الناس يعانون وهذه المعاناة تؤثر على حياة الناس في عقولهم وفي أفكارهم وفي أجسادهم وحتى في دينهم تؤثر على حياة الناس. هذا يعني بإيجاز بسيط عن واقع أهل اليمن عامة. نعم. إذن جميل دكتور سعود لأستكمل، ونازحون في مأرب. نعم سعود لأستكمل معك دكتور الكثير من النقاط، ولكن دعنا أن نرحب بضيفنا من حضرموت السيد أيمن باحميد، إعلامي وصحفي يمني. سيد أيمن مساء الخير. وزميل يا أشهدي حيا بك يا أيمن. أيمن حيا أيمن. أيمن بالنسبة لي يعني طبعا أيمن صديقي، بنخرج شوية من الحديث الرسمي، ولكن أيمن بالنسبة لي حضرموت أولا أحييك وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير. صديقي حضرموت أكيد الوضع مختلف تماما، يعني روحانية حضرموت في رمضان مختلفة، لو تصف لنا الحال في هذه المدينة. مساء الخير عليك أخي شادي، ومساء الخير على كل السيدات والسادة المشاهدين والمشاهدات. نقول لكم كل عام بخير، شهر مبارك على الجميع. إن شاء الله ربنا يعيننا في هذا الشهر على الصيام والقيام، إن شاء الله يتقبل منا ذلك واجعله خالصا لوجهه. بالحديث عن رمضان، أولا أنا أعود إلى حضن حضرموت بعد أن قضيت فترة ثلاث رمضانات خارج حضرموت. بكل تأكيد يعني شعوري ستكون مشاعري متطرفة تجاه الحديث عن رمضان في حضرموت. ربما لخصوصية، لا أتحدث عن خصوصية جغرافية ولكن خصوصية اجتماعية، خصوصية روحانية، ربما تمتاز كل المحافظات بهذا الشيء خصوصا مع أيام هذا الشهر الفضيل. ولكن دعني أن أتحدث بصورة خاصة عن حضرموت كوني أحد أبنائها. كما قلت لك رمضان ذا طابع روحي واجتماعي مختلف، صحيح أن الظروف تغيرت، صحيح أن الظروف قست على جميع أبناء هذه البلاد في مختلف محافظاتها، لكن رمضان يبقى رمضان، رمضان يبقى مدرسة وساحة أخرى من ساحات هذه الحياة نخوضها بابتسامة على الرغم من كل المناقصات كما قلت لك. الآن ونحن نستقبل هذه الأيام الفضيلة نرى أن بشاشة الناس للأمانة
وإن بدت طاغية وإن كانت مرتسمة على الوجوه وعلى الشفاه، لكنها منكسرة بفعل هذه الظروف التي تحدث عنها الإخوة في مارب أو في الحديدة. كلنا نعاني من هذه الأمور، لكن كما قلت لك رمضان يبقى مدرسة، يبقى له روحانية خاصة. هو أيمن، يعني طبعا مدينة حضرموت في السابق يعني من خلال أبنائها وما يتحدثون عن خصوصية رمضان في هذه المدينة، وأيضا الزائرين لهذه المدينة أيضا يعرفون، لأن رمضان في هذه في حضرموت ومدنها يعني تفاصيل معينة. بالتالي يعني مع يعني التطور التكنولوجي وأيضا السوشيال ميديا والكثير من الأمور التي طرأت على حياتنا اليوم، هل غيرت شيء من جانب روحانية رمضان في هذه المحافظة؟ صحيح، باتت تختص أوقاتنا للأسف هذه الوسائل وهذا العالم الإلكتروني، ولكن بطريقة إيجابية. كيف ربما تهافت الناس على وسائل التواصل الاجتماعي على ما لاحظته من في هذه اليومين، ربما يحاولون أن يشاركون هذه اللحظات وهذه الأجواء مع من هم خلف الشاشات وخلف هذه الشبكات الإلكترونية. يعني حتى تماشيهم وحتى تعاطيهم مع وسائل التواصل الاجتماعي هو لعكس هذه الأجواء الروحانية الجميلة التي تمتاز بها، سواء على مستوى العادات من التي تكون في للأطفال، للكبار، للمناسبات الاجتماعية، التردد على المساجد، الموشحات الدينية، الزيارات الأسرية. الحمد لله يعني رمضان ما زال محتفظ بروحانيته في حضرموت، على الرغم كما قلت لك من أن هذه الوسائل وغيرها من المنقصات الحياتية. هو طالما أيمن وصلت بالحديث إلى الأهازيج والموشحات، ويعني أنا كما أعرف صديقي أيمن هو يعني بعيدا عن كونه صحفي وإعلامي هو يجيد الإنشاد وأيضا الموشحات بشكل جيد، فهي فرصة لأن نسمع منك شيئا يا أيمن. على طريقة عادل إمام لازم تحرجونا يعني. لازم أنا طالع معكم صحفي إعلامي يعني. لا هو فرصة يعني نستغلك على الهواء أيمن، تفضل. هو بس مش استغلال يعني، احنا يعني نستغل وجودك معنا أيمن، هذا يعني شيء لابد منه يعني. الله يعطيك العافية. هناك كما قلت لك روحانية رمضان تكون دائما بهذه الأجواء التي تكون في المساجد عادة في المساء عقب صلاة التراويح وفي الدروس العصر. هناك يتم عدد من الأناشيد، مثلا البردة التي نسمع إليها دائما في جلسات العصر بعد أن تعقد الدروس درس الروحة، يكون هناك ترديد بمقاطع من البردة للإمام البوصيري كما هو معروف. جميل، ممكن نسمعكم جزء منها مع انه صوتي انا مش عارف حق الشربه اليوم شويه كان فيها شلشل. يا ايمن انا اشهد يعني اشهد وامام المشاهدين الان انه ايمن صوته كويس يعني، تفضل بس. يعطيك العافيه حبيب. البرده مثلا تقول ايش؟ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقائك عظمة. وإلى آخر هذه الأبيات الجميلة التي تمتد طيلة أيام الشهر الفضيل. إن شاء الله يكون الصوت كويس. لا ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية. ممكن مداخلة أو كلمة أخيرة أود أن أشير لها. أيمن بعد يعني قبل الكلمة الأخيرة أنا بروح الآن لضيفنا من مأرب وسأعود إليك أيضا، هناك ما زال الحديث معك ولك الفرصة أيضا أن تتحدث بكلمة أخيرة فيما بعد، تكرم بالبقاء معي. أعود لضيفي من حضرموت أو عفوا من مأرب الدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني بالنسبة لأجدادنا
كبار السن الذين رحلوا يعني عنا، وبالتالي يعني كانت تفاصيل حياتهم وطقوسهم يعني لها روحانية مخصصة. إلى أي مدى يعني رحيل أجدادنا وكبار السن غير من أجواء رمضان اليوم؟ حقيقة الآباء يعني الذين منهم من قد قضى نحبه ومنهم من ينتظر لديهم من الأجواء الروحانية والإيمانية ما نحن في أمس الحاجة إليها اليوم. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن نستلهم هذه الروح الإيمانية، هذه الروح الدينية في استقبال رمضان وفي يعني الاستفادة من رمضان. يعني والدي مثلا من الشيوخ المعمرين وممن وهو من أهل القرآن ومن معلمي القرآن، كثيرا ما كنا نستفيد منه في مجلسه، وما زلنا يعني نستفيد من هذه الجلسات الإيمانية. ولا وأنت تعلم كذلك أن مدينة الحديدة ومحافظة الحديدة بشكل عام يعني فيها من هذه من هؤلاء الشيوخ في زبيد، مساجد زبيد ومساجد حيس ومساجد بيت الفقيه ومساجد المراوعة وباجل ومدينة الحديدة واللحية والمنيرة والزيدية، كل هذه مدن عامرة بالعلماء وبالشيوخ وبأهل الفضل وبأهل العلم، ويعطون رمضان حقه في لياليه وأيامه. لكن كما قلت لك أخي العزيز أخي الحبيب، الآن فقدنا التواصل مع هؤلاء الشيوخ، مع هذه المجالس، حتى المجالس التي كانت تعقد في كثير من أديار ومن دور تهامة يعني انقطعت بسبب هذه الأوضاع المأساوية التي نعيشها اليوم. اليوم كثير من أبناء تهامة مهاجرون، ومن كثير حتى من أهل الفضل ومن العلماء هاجروا إلى مناطق يعني خارج مديرياتهم، في أبين، في عدن، في لحج، في مأرب. ونحن هنا كأبناء الحديدة نقدم الشكر الكبير صراحة للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ سلطان بن علي العرادة وبمشائخ حضر مشائخ مأرب الكرام الذين فتحوا بيوتهم وفتحوا منازلهم ودواوينهم لأبناء اليمن عامة ولأبناء الحديدة خاصة. يعني هؤلاء المشائخ جزاهم الله خير، يعني كثير من هؤلاء المشائخ لا يأخذون حتى إيجارات من المواطن من النازحين، خاصة من إذا جاء من الحديدة. يحترمون أبناء الحديدة ويكرمون أبناء الحديدة ويذكرونهم بخير، أنتم أهل العلم وأنتم أهل الفضل. نعم. فجزاهم الله خير الجزاء. أما يعني خلاصة القول فضل. نعم، لكن دكتور هنا نقطة فقط في مسألة يعني منذ أن يعني بدأت جماعة الحوثي بالتمدد من أقصى الشمال حتى وصلت إلى العاصمة صنعاء والكثير من المحافظات، بدأت تحاصر الناس من مسألة صلاة التراويح و يعني التضييق عليهم بشكل كبير، وحتى أنها باتت يعني بمكبرات الصوت تمنع الناس من القيام بصلاة التراويح. إضافة إلى ذلك أيضا هناك جماعات دينية وتنظر إلى مسألة الاحتفال برمضان ويعني الاستقبال والاستهلال برمضان نوع من البدع. كيف تنظر إلى هذه التصرفات التي يعني بشكل كبير تؤثر على روحانية هذا الشهر؟ على كل حال بالنسبة لجماعة الحوثي الجماعة الانقلابية، هذه هم كلابس ثوب زور، يدعون أنهم مسيرة قرآن، مسيرة قرآنية، وهم يحاربون القرآن. القرآن تعليم القرآن الكريم فرض عين، صلاة التراويح سنة، ومع ذلك هم يحاربون تعليم القرآن في صنعاء، في عمران، في صعدة، في ذمار، في كل مناطق التي هم يسيطرون عليها. لا يمكن أن نقبله بحلقة قرآن تقام تعليم قرآن كريم. أما إذا هم يحاربون التراويح، التراويح حتى وقبل الانقلاب في مساجد في صنعاء كانت مغلقة لا يتصلى فيها التراويح. كانت هناك مساجد في قلب العاصمة صنعاء بجانب الجامع الكبير، وكانت مغلقة لا تقام فيها صلاة التراويح. وهم هؤلاء كانوا امتداد لهذا الفكر الجارودي، الفكر الحوثي الجديد. أما بعض الجماعات الأخرى الذين يعني لهم وجهة نظر في مسألة الاحتفال برمضان، ما دام والاحتفال لا يخرج عن إطار الشرع، لا يخرج عن إطار البدع، لا يخرج يعني هم الآن كل جهة يقيمون هذا الفعل أن هذا بدعة أو هذا كذا،
هذا يعود إليهم وإلى شأنهم. الاحتفال برمضان هو الاستعداد للدخول في عبادة رمضان. الاحتفال برمضان هو الاستعداد للدخول في عبادة رمضان. وكما قلت يعني طالما أنه أن هذا الأمر لا يمس الثوابت الدينية فما هي المشكلة؟ إذن وضحت الصورة. أشكرك يعني دكتور أحمد، وأتكرم بالبقاء معي وأعود لضيفي من حضرموت السيد أيمن باحمد. أيمن، هنا تساؤل أخير في مسألة أنه يعني من بالنسبة لرمضان في حضرموت، هل يختلف ما بين الوادي والصحراء؟ نعم، الوادي والصحراء والساحل ربما من جهة والساحل أيضا كبير، تتشابه العادات تتشابه العادات والتقاليد، كون أن النسيج الاجتماعي والديمقراطي إن صح التعبير هو واحد، ربما اختلاف في التفاصيل لكن المتن والعادات الأساسية تكون متشابهة بين الوادي والساحل. نعم. طيب بالنسبة يعني هنا فقط قبل أن أقاطعك منذ قليل، يعني كان لديك كلمة أخيرة تود قولها من خلال البرنامج والمساحة لديك. نعم، شكرا سيدي. أود أن أقول حقيقة أن رمضان هو مناسبة دينية وإنسانية وأخلاقية ومحطة إيمانية كبيرة، علينا أن نشحن أنفسنا فيها بالتفاؤل. صحيح أن المنغصات كبيرة، يعني كان بمقدوري أن أسردك قائمة الصعوبات وطوابير الغاز والكهرباء، لكن علينا أن نتفائل وأن نسهم ولو بجزء بسيط في تغيير الواقع، أن نكون سند للسلطات المحلية، سند للمجتمعات على مستوى الحارات، تكون هناك مبادرات. يعني نعرف أن وضع الدولة تمر بظروف صعبة نحن لا نعفيها بشكل أو بآخر، ولكن علينا عمل شيء، علينا أن نكف عن الانتقاد فقط، نكون نقاد بنائيين في المجتمع، ولكن مع المساهمة في أن تدور عجلة المجتمع ولو بالحد الأدنى. أيضا رمضان أود أن أشير إلى أن هناك ركن أساس وشخص يجب أن نضع له عين الاعتبار والإجلال، المرأة، دور المرأة في رمضان حقيقة. ربما يتجاهل الكثير هذا الدور الذي تقومه أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وكل هذا الجنس اللطيف الذي يقوم بدور كبير جدا جدا. يعني تستعرض برنامجك اليومي وشوف برنامج أمك أو زوجتك أو أختك، ترى أنها تبذل الكثير من الجهد من أجل أن تكون يكون هذا الشهر يعني يمر بكل الأجواء الروحانية واللطيفة والاجتماعية والأسرية. فتحية لحواء في هذا الشهر الفضيل. أشكرك أيمن، أشكرك جزيل الشكر. أيمن باحميد، صحفي وإعلامي يمني، كنت معنا من حضرموت. ومشاهدينا نذهب الآن أن نشاهد سويا هذا الاستطلاع من محافظة مأرب، ويتحدث الناس من خلال هذا الاستطلاع عن يعني المعاناة في رمضان مع غلاء الأسعار ويعني صعوبة المعيشة. نشاهد سويا. صراحة يعني الوضع من سنة إلى سنة هو أصعب، والأسعار في ارتفاع متزايد، وهناك انخفاض كما هو معروف في سعر الدولار، بس الأغلب المواد الغذائية ما نزلت لها حاجة بسيطة مقارنة بالانخفاض. إذا كان انخفض 50% تقريبا، نزلت الأسعار لا يقل عن 20-25% بالكثير. وإحنا بالنسبة لنا إحنا أول مرة نجي لهذا السوق ونشوف أسعار، يعني فيها أسعار بعضها يعني تمام، بعضها نفس السعر في السوق ولا زالت غالية. يعني بالنسبة لرمضان هذا يعني في تغير في ما بالنسبة للمارب، يعني في تغير مثلا من ناحية المولات اللي فتحت او الهايبرات المواد الغذائيه وكذا، يعني فتحت للناس فيه توسع في يعني تلقى الان اكثر من مكان للتسوق، يعني تحصل احيانا الاسعار يعني تلقاها متفاوته من مكان الى مكان، في مثلا عروض وهكذا، يعني خففت عن الناس الضغط وانهم مثلا يتوجهون الا لمكان واحد يعني مضطرين كذا، لكن توسع الان الحمد لله، يعني رمضان هذا يكون أحسن من اللي قبله. والله بالنسبة للمارب يعني العادات أنهم مثلا لما يبدأ رمضان الناس يتجهزون يعني باستقبالها في مثلا المواد الغذائية أو كذا شرائها، لكن تلقى يعني في ناس يشوفون جيرانهم من الناس اللي يعني محتاجين الضعفاء الفقراء،
يعني الواحد يعطي الجارة أو كذا يعني تحس فيه يعني. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة مأرب، والآن أرحب بضيفي من تعز مدير مكتب الثقافة سيد عبد الخالق سيف. سيد عبد الخالق مساء الخير. مساء الخيرات وكل عام وأنتم في خير وفي سلام وفي روحانية تليق برمضان. وأنتم بألف خير سيد عبد الخالق. ونتساءل عن تعز ورمضان هذا العام، كيف هو رمضان في تعز؟ لا شك أن تعز تتدثر بالروحانية الرمضانية، بأطر العبادات، تتجمل بالأمسيات الثقافية المعطرة بالأناشيد والقصائد، بالفعاليات الرياضية التي تزدحم بها شوارع تعز، وما زالت تهيئ نفسها لأجواء أجمل وأروع في الأيام الرمضانية القادمة. هذه تعز تظل مدينة ترتبط بروحانية وجمالية رمضان، أطفالها شبابها من البارحة يزينون كثير من حاراتهم وتضيء الفرحة في ملامحهم قبل الفوانيس. بعض الحارات فرشت فرحتها في مجالس إنشاد، حديث عن شهر الفضيل، حتى بعض جامعاتها قدمت البارحة واليوم أمسيات رمضانية جميلة وتليق بهذا الشهر الفضيل. كثير من الفعاليات الروحانية في هذه المحافظة التي. طيب سيد عبد الخالق، بالنسبة للمظاهر الجميلة التي ذكرتها، لكن ربما أو مما لا شك فيه يعني وضع المدينة اليوم، وعن إذا ما قارناه في رمضان في السابق يعني قبل سنوات كثيرة، لا شك بأن الحال اختلف كثيرا من حيث روحانية الشهر. ما هي يعني أبرز المتغيرات في هذا الجانب؟ بالتأكيد أن لا تستطيع أن تقول أن هناك تغيير بالنسبة للعادات والتقاليد المرتبطة باستقبال تعز لأجواء رمضان. ما تغير فقط هو أن الحرب والحصار ألقت بظلالها على هذه المدينة، النزوح الذي تم، تقطيع أوصال محافظة تعز حصارها، جعل هذه المظاهر طبعا هي تتعافى. ربما في بداية سنوات الحرب والحصار على تعز تلاشت هذه الفعاليات خوفا من قذائف الموت، خوفا من آلة الموت التي كانت تعربد في هذه المدينة بسبب الانقلابيين. خلال السنتين الأخيرتين تعز بدأت تستعيد هذه الملامح الجميلة، ما زال أطفالها تجدهم يتوسدون حارات وشوارع هذه المدينة، يقدمون أهازيجهم، يقدمون تلك الأناشيد المرتبطة برمضان. تجد تلك الروحانية ارتباط الأسرة جميعها، أفرادها جميعا، تراويح المسجد، تجد ساحاتها تمتلئ بجمهور متعطش للحياة الليلية بعد انتهاء كل الصلوات، بعد انتهاء كل العبادات. شوارع تعز إلى اللحظة وهي تكتظ بجمهور متمسك بالأمل، متمسك بالحياة، متمسك بالجمال، متمسك بعادات وتقاليد لا تستطيع الحرب أن تسرقها منا. صحيح أن ذلك قل بحسب مقارنتك عما كان سابقا، لكنه بالنسبة لنا في تعز، تعز بدأت تستعيد وتتعافى وتعبر عن حبها وشغفها وانتمائها لهذه الأجواء الرمضانية بطريقة متنامية متزايدة، تدل على تعافي هذه المدينة. جميل، أشكرك. تجاوزها لكثير من الإشكالات. نعم، أشكرك جزيل الشكر، يعني أوضحت الكثير من المسائل و يعني ما تتمتع به تعز من روحانية في هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الثقافة السيد عبد الخالق سيف، كنت معنا من تعز. وسنذهب الآن أيضا لمشاهدة هذا الاستطلاع من تعز عن أحوال الناس في رمضان مع هذا الشهر الفضيل. مع أسطورة الحرب والاستمرارية والأوضاع التي مرينا بها والأشياء التي مرت لها تعز، نسينا كيف كنا نعيش في السابق من قارب من 5 أو 4 سنين.
كلها معاناة، كلها مشاكل. أنستنا ما كنا نعيشه في الماضي كامل، أصبحنا نعيشها حاليا وننتظر ما سيأتي. كنا لنا حرية التنقل بين المدن، أما الآن في هذا رمضان تعز محاصرة من ميليشيات الحوثي، فنحن لا ننعم بالأمان، فالمواطن في داخل تعز يحس بنوع من الضيق. والله يا أخي كان زمان نعيش في رمضان بأحوار رمضانية دينية، أمان من كل النواحي، تتحرك بما تريد ليل نهار بكل مكان. أمن الآن فلا نقدر نخرج للشوارع، لا نخرج للشارع ولا نتلقى من المحافظة إلا محافظة. ثانيا إذا سلمنا من قتل القذائف ما نسلمش من قتل الكوليرا ولا حمى الظنك ولا الفقر، تمام. وهذا نتيجة هذا الوقت في هذا الزمان. أولا المشاكل الداخلية والخارجية، محنة موحدين، والمواطن يموت جوع ويموت فقر ويموت مرض، ما حد داري عليه. يعني كان رمضان يعني قبل الحرب يعني كان في الحركة موجودة، يعني الأسعار كان يعني ناقصة جدا، أما بالوقت الحالي يعني البضاعة يعني ما بتوفر السوق، يعني تحصلهم يعني هذه ما فيش يعني حركة زي ما كان سابقا، والناس يعني ما يقدرش يشتروا حقهم المواد الغذائية بأسعار غالية من أول، يعني كان ناقص الأسعار، لذلك السوق هذه. الفرق بين رمضان اليوم ورمضان ما قبل الحرب أن الحرب التي أتت ومعها كل مآسيها وكل تبعاتها فرضت واقع مغاير. أصبح رمضان اليوم بإمكانيات متدنية للغاية، بوضع معيشي مدهور إلى أبعد. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من مدينة تعز حول كيف يستقبل الناس وأوضاعهم في شهر رمضان الفضيل. وأعود لضيفي من مأرب الدكتور أحمد وهان. دكتور أحمد، الكثير من الموروثات الشعبية التي تتمتع بها اليمن عموما مع هذا الشهر الفضيل والتي تكسب رمضان روحانية كبيرة، كيف يمكن الحفاظ عليها في ظل هذا الواقع وأيضا القبح الذي مارسته الميليشيات في عموم المناطق التي تسيطر عليها؟ المواطنون متمسكون بعاداتهم الجميلة، العادات الطيبة، العادات التي هي عون لهم على إحياء رمضان وليالي رمضان وأيام رمضان، سواء في رمضان أو في غير رمضان. المواطنون متمسكون بهذه الفضائل الإيجابية. لكن أخي الحبيب، دعني أقول لك شيئاً. العام الماضي في مثل هذه الأيام، وكان أهل اليمن عامة وأهل الحديدة خاصة متلهفون على التحرير، على تحرير الحديدة من قبضة الميليشيات. نعم، نتذكر الأيام العام الماضي، والمعارك كانت في الدريهمي وقريب منظر وقريب الدوار وقريب هذه المناطق. العام الماضي في مثل هذه الأيام وأهل الحديدة الذين في الداخل فضلا عن الذين في الخارج متلهفون للتحرير، تصور ماذا حصل من العام الماضي إلى هذه اللحظة. نزح عشرات الآلاف، نزحوا بالضبط، ومدينة الحديدة أصبحت يعني مقطعة الأوصال، الأسواق ضعفت، المطاعم وقفت، الحياة انتهت. لولا جرعة بسيطة من الدولة ومن الشرعية بإطلاق رواتب الموظفين، جرعة بسيطة هذه لا تفيق بجزء كبير من المجتمع التهامي بشكل عام، والعمال الذين يشتغلون في الشركات في مطاحن البحر الأحمر وفي مصانع يماني وفي مصانع كذا عشرات الآلاف. بالتالي الشرعية والتحالف هم شريك أساس بدون لما وصل إليه حال الناس في الحديدة حتى الآن. فمع هذا الواقع، الذي نعيشه اليوم، لكن أبناء تهامة ضاربين في الأعماق، ضاربين في التاريخ بعادات وتقاليد إسلامية 100% سيحافظون عليها وسيعلمون أبنائهم عليها وسيربون أولادهم عليها
حتى يأذن الله لهم بالخلاص من هذا الواقع المشؤوم، هذا الواقع المشؤوم وهذه الابتسامة التي صرعها، وهذا الابتسامة التي كنا نود أن نعيش معها. نسأل الله أن يفرج عن جميع أهالينا في الحديدة وفي عموم البلاد. دهمنا الوقت، أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد وهان باحث في السياسة والتراث، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محافظة مأرب. وفي الختام أيضا مشاهدينا أشكر ضيوفي الإعلامي والصحفي أيمن باحميد كان معنا من حضرموت، والشكر أيضا لسيد عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة في تعز، وأشكر أيضا نائب وزير الثقافة سيد عبد الله با كداد كان معنا من القاهرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.